إنبل أو الإنبل جاية من الكلمة اليونانية أنبون ومعناها المصعد، زي بالضبط الدرجات اللي كان بيصعد عليها شعب بني إسرائيل لكي ما يصلوا إلى هيكل سليمان. والإنبل الحقيقة متكون من 12 درجة يرمزوا إلى تلاميذ السيد المسيح، إما يكون الإنبل ده من الخشب وإما يكون من الرخام. والإنبل ده موجود من أجل تعليم الشعب، كان يقرأ قديما عليه الرسائل، وزي مثلا البولس والكاسيليكون والإبراكسيس، وكان تلقى من عليه كلمة بعد قراءة الإنجيل. ويعتبر الإنبل في الكنيسة المعلقة قطعة معمارية فنية، إذ يرجع إلى القرن الخامس الميلادي. ويرتكز الإنبل في الكنيسة المعلقة على 15 عموداً متعددة الأشكال، وكلها من الرخام، بعضها ملفوف والآخر مضلع، ومطعمة تطعيماً جميلاً بقطع من الرخام الملون. والأعمدة منها اثنان ملتصقان بجسم المنبر يمثلان القديسين مرقس ولوقا، وأما الأعمدة الأخرى 13 كل منها منفصل عن الآخر، فالأول الذي في المقدمة يشير إلى السيد المسيح، أما 12 عموداً فتمثل التلاميذ 12. ويلاحظ أن كل عمودين متقابلين متشابهان مع بعضهما، إذ يمثلان إرسالية السيد المسيح للتلاميذ الأطهار 2:2. ويظهر وسط الأعمدة وجود عمودين بلون مختلف، الأول بلون أسود ويشير إلى يهوذا الإسخريوطي، وعمود آخر رمادي اللون يشير إلى توما الذي شك في قيامة السيد المسيح.